نعم الشيخ حسن، نعم قلت لك أنا سمعت هذه السمعية، بارك الله فيك، والله هذه تمثيلية يا شيخ، وأنت تعرفني من زمان، بارك الله فيك. أنا لست، يعني الناس قالوا لك ولا لا لا الناس والله قالوا لك؟ والله الناس قالوا لي يا شيخ، والله حتى أنا لا لا استغربت. تسمع كلام الناس، لا تسمع ولا تسمع بالتذكير، والله لا لا انت تزكي شيخ، لا نفسك، لا انت تزكي نفسك. شيخ حسن، شيخ نعم حسن، لا لا شيخنا، نعم أنا والله لست أنا نعم الذي اتصلت وقلت لك عندي تزكية الشيخ ربيع، أنا وصلتني سمعية أنا في الثقة، تمثيلية، أنا والله في يا الثقة والله، شيخ حسن، ولا والله يا لا شيخ، ولا شيخنا، شيخنا الله يحفظك، نعم والله هذه نعم والله هذه تمثيلية، هذا فيه واحد اتصل عليك وقال لك هذا الكلام وأوهمك بأن هذا الذي يتكلم هو أنا، والله تمثيلية، والله هي تمثيلية يا شيخ، أنا أنت تعرفني من زمان، وأنا لست ممن يفتخر يعني بالتزكيات، فالإنسان تزكيه أعماله يا شيخ، وأنت تعرفني من مدة. جات لي كلام من الجزائر ومن فرنسا، واخد بالك انك انت بتعزز العلم وانت وتقول كلام ليس هو والله حقيقة، هذا الكلام، شوف، وانت تزكي نفسك. لا لا يا شيخ، والله شوف، بارك انا الله فيك. بقول لك الكلام اللي سمعته إيه عشان حتى اذا كان صح معليش صح، يا شيخ، اذا كان كلام سليم لا سامعنا، لا لا اسمح لي يا شيخ، خطأ واتهام بالباطل ربنا يعفو عنا وعنك. نعم اتفضل. اسمح لي يا شيخ، والله شوف هذه مؤخرا، فقط مؤخرا حصلت فتنة أيضا، يعني أصدروا بعض التهم الفاجرة على الشيخ عبد الهادي، تهم يعني الإنسان يستحي أن يذكرها، وأنا دفعت على الشيخ وكذا، ثم بعد ذلك انتقلوا إلي هذه مجموعة من الشباب، بارك الله فيك، كانوا يسكنون في فرنسا، ثم بعد ذلك انتقلوا منهم إلى الجزائر ومنهم إلى مصر، فهم، أنا اتصل علي أحد الأخوة من المغرب الآن، اتصلوا يعني مش واحد مش اثنين، وأخبروني بهذه القصة، قالوا لابد من إسقاط أبو إسلام وعبد الهادي والشيخ عبد الهادي، الآن هم يتصلون عليك سبحان الله، ويتصلون عليك، والله الذي لا إله غيره يا شيخ، وهذه بارك الله، انا بصدقها الوجه، وهذه انا اتصلوا بصدقها عليك، الكلام اللي وصلني. لا هيئوا لهذا الأمر، بارك الله فيك، اتصلوا عليك وقالوا بأنه، اتصلوا عليك وقال يعني وأوهمك هذا الشخص بأني أنا الذي المتكلم، وأنا الذي أقول بأنه زكاني الشيخ ربيع، أنا والله ما قلت هذا، واسأل عني الشيخ ربيع، أنا جلست مع الشيخ ربيع. طب اسمع، انا سألك سؤال، نعم. هم موقفهم منك هكذا لماذا؟ لا 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 هذه مجموعة شيخ، والله الذي لا إله غيره، أقول لك صراحة أنا كنت مع الشيخ عبد الهادي وتحدثنا في هذه المسألة، والله يا شيخ نشك بأنهم من السلفيين، والله نشك بأنهم من السلفيين، والله إنهم مدسوسون على الدعوة السلفية، مدسوسون على الدعوة السلفية يا شيخ، والله العظيم، والله مدسوسون على الدعوة يا شيخ، يا شيخ والله شوف بارك الله فيك، لو اتصل عليك انا أي اصدقك، بس عندي مكالمة من امريكا، هتكلم وبعد ان شاء الله بكره تكلمني تاني، خلاص بس معلش عشان بتكلم مع محاضرة في امريكا، معلش إن شاء الله، اسمحني، وانا صدقت كلامك نعم ونديتك فكرة عشان تاخد بالك، الله يحفظك يا شيخ، اظن بك خيرا. الله يحفظك، الله والله يا شيخ، لو اتصلوا بك فقط يعني حتى تتثبت، والله رن علي الهاتف فقط، بارك الله فيك، وأنا يعني جزاك الله خير، أبين لك المسائل، فقط تثبت يا شيخ، هاخد منك الرقم عشان الرقم ما قدرتش انقله، هاخد منك ان شاء الله بكره ما تكلمني خلاص من 9 زائد 11 ان شاء الله. خلاص خذ مني الرقم يا شيخ، السلام نعم، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو؟ 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 نعم.